يعني نتواجد معكم في هذه الندوة. فقط في البداية لا بد لي أن أشير إلى أننا يعني لم نخطر بهذه يعني المداخلة إلا يعني في آخر ساعة. كما أن اللقاء يعني يتطلب ويستدعي بأن نقدم حصائل، وبما أن الوقت لا يسمح فبين أيدينا يعني تقرير سنوي يرصد انتهاكات دولة الاحتلال المغربية في حق المدنيين الصحراويين من أكتوبر 2022 إلى أكتوبر 2023، وسيكون يعني رهن إشارة كل يعني من يطلب ذلك. علاقة بالموضوع، الأكيد أن جرائم حقوق الإنسان، جرائم إنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الصحراوي كانت يعني منذ البداية، منذ اجتياح دولة الاحتلال المغربية لأرض الصحراء الغربية سنة 1975، ابتداء من يعني القنبلة الفوسفور مرورا بالمقابر الجماعية وصولا يعني إلى سياسة اختطافات المخابر السرية التي أمضى يعني خيرة أبناء هذا الشعب فيها أكثر من 16 سنة، بالإضافة إلى جرائم يعني الاختطاف وصولا يعني إلى مختلف الجوانب. ظلت دولة الاحتلال المغربية تنتهك حقوق أبناء الشعب الصحراوي بمختلف أنواعها. مباشرة بعد 13 نوفمبر الأكيد أن دولة الاحتلال المغربية صعدت من جرائمها. الليلة المباشرة يعني التي أعقبت هجوم جيش الاحتلال المغربي على المدنيين الذين كانوا يعتصمون أمام الثغرة اللاقانونية بمنطقة القلقلات، تم كذلك في الموازاة مع ذلك دولة الاحتلال المغربية وأجهزة القمعية قامت بالهجوم على المئات من يعني من المدنيين الصحراويين والشباب الصحراوي الذين خرجوا للتنديد بهذه الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال المغربي في حق المدنيين. ومنذ ذلك الوقت تصاعدت جرائم دولة الاحتلال المغربي في مختلف الجوانب، يعني نذكر هنا على سبيل المثال الحصر، ما تعرضت له حرية الرأي والتعبير والقضاء والسلمية التي أصبحت معدومة تماما، كذلك الحق في التدوين والتوثيق والإعلام، بالإضافة للحق في التجمع والتنظيم وتأسيس الجمعيات. وهنا فقط أشير إلى ما تعرضت له الجمعية الصحراوية أصف الياش التي كانت تعتبر الجمعية الوحيدة التي لها مقر داخل مدينة العيون المحتلة. اليوم هذا المقر يعني مغلق، ومناضلي الجمعية ممنوعين من الوصول إلى 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 هذا المقر في ظل يعني الصمت. أضيف وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، الحق في التنقل، الحق يعني الاعتقال التعسفي. وهنا لا بد أن أشير إلى أنه بعد 13 نوفمبر عشرات الحالات الشباب الصحراوي، يكفي فقط وهذه يعني هناك حالات توثق وتؤكد ذلك، الشباب فقط لأنهم كتبوا على جدران أنهم يريدون استقلال شعبهم ويريدون رحيل الاحتلال، محكوم عليهم ب 12 سنة سجن نافذ و 18 سنة سجن نافذ، وقس على ذلك الأسرى المدنيين، واقع الأسرى المدنيين داخل سجون الاحتلال المغربي. الأكيد أنهم اليوم في وضعية مزرية ومعاناة عائلاتهم يعني في تصاعد. وهنا فقط أشير إلى أن خيرة يعني خيرة من أبناء هذا الشعب، مثال مجموعة كديميزيك ومجموعة الصف القلابي، مجموعة كديميزيك المحكوم عليهم ما بين 20 سنة والمؤبد، لا لشيء إلا لأنهم فقط مدافعين صحراويين ونشطاء صحراويين يدافعون عن حقوق الإنسان ويطالبون بحقهم وحق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال. في الأخير أشير إلى الإغلاق الكامل والشامل للمنطقة ومنع وفود الصحافة والمراقبين الدوليين من زيارة المنطقة. وهنا يعني تأتي ويأتي دور هذا الحدث الذي نحن بصدده، والمطالب بالمساهمة معنا جميعا في فك الحصار وفك العزلة وفك هذه السياسة التي تفرضها دولة الاحتلال المغربية على الجزء المحتل من الصحراء الغربية.